أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصه للحديث عن تصريح السفير السعودي في اليمن عن محادثات متواصلة تجريها السعودية مع ميليشيا الحوثي. اعترفت السعودية بإجراء محادثات يومية مع ميليشيا الحوثي في اليمن ودعوتها ممثلين عنها وعن الحكومة الشرعية إلى محادثات سلام في المملكة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر قوله إن اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات في اليمن ما زال مطروحا على الرغم من تصاعد العنف، مشيرا إلى أن الحوثيين لم يردوا بعد على العرض. السفير أضاف أن الرياض أبدت استعدادها لوقف إطلاق النار في كل الأراضي اليمنية إذا قبل الحوثيون به، مشيرا إلى أن الغارات على صنعاء تأتي ردا على صواريخ الحوثيين وليس المقصود منها تصعيد النزاع. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آثار الاعتراف السعودي بالمحادثات مع الميليشيا على مستقبل الحرب في البلاد، وموقف الحكومة الشرعية إزاء المباحثات السعودية اليومية مع ميليشيا الحوثي. تابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. اعتراف سعودي جديد بإجراء مفاوضات مع ميليشيا الحوثي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عن إطلاق عملية عسكرية واسعة تستهدف الحد من القدرات الصاروخية للحوثيين. هذه المرة قال السفير السعودي محمد آل جابر إن بلاده تجري محادثات يومية مع ميليشيا الحوثي ودعتها لإرسال ممثلين عنها للرياض لإجراء مباحثات مع الحكومة الشرعية أيضا. ميليشيا الحوثي من جهتها أكدت في تصريح للقيادي ضيف الله الشامي وجود اتصالات ومفاوضات، لكنه قال إنها تتم عبر وسطاء لاحتواء التصعيد. السفير آل جابر أكد في حديثه لصحيفة وول ستريت الأمريكية أن الحوثيين لم يردوا بعد على الدعوة السعودية لإرسال ممثليهم للرياض، لافتا إلى أنهم على استعداد لوقف إطلاق النار في كل الأراضي اليمنية إذا قبل الحوثيون به. تمضي المسرحية التي طرفها السعودية والحوثيين في عرض فصول هزلية لخصها السفير آل جابر بقوله إن المسؤولين السعوديين تحدثوا مع نظرائهم الحوثيين للتجديد على أن ضربات صنعاء كانت ردا على الهجوم الصاروخي السبت الماضي وليس المقصود منها تصعيد النزاع. التقارب السعودي الحوثي بات واضحا في مسار العمليات العسكرية التي تقودها الميليشيا ضد محافظتي الجوف ومأرب، حيث يمسك الجانب السعودي بزمام الأمور ويفرض المزيد من القيود على القوات الحكومية التي تلتزم بالتوجيهات السعودية العسكرية. وبدلا من التقدم نحو صنعاء، تمكنت الميليشيا من السيطرة على مناطق كانت عصية عليها منذ بداية الانقلاب، وسط حديث عن توجهات للتحالف بتسليم تلك المناطق والإعاز للقوات الخاضعة لها والتي تتمتع بتسليح لا تمتلكه القوات التابعة لوزارة الدفاع بالانسحاب من المواقع التي تتمركز فيها. الحديث عن التقارب السعودي الحوثي ليس وليد اللحظة، فقد سبق الحديث عنه منذ العام 2016 في محادثات ظهران الجنوب ولم تتوقف منذ تلك الفترة. وكان الإعلان السعودي عن فتح قناة مباشرة للحوار مع الحوثيين في سبتمبر الماضي، والذي شمل زيارة عدد من القيادات الحوثية للرياض برعاية أممية، ولم يتم الإعلان عنها رسميا. تسعى الرياض للسير حثيثا خلف خطى أبو ظبي لإيقاف الصراع مع الحوثي والبدء برسم خارطة جديدة لليمن تسمح ببقاء سيطرتهما على أجزاء واسعة من البلاد والوصول لتسوية مع الميليشيا تحول الأخيرة لحارس بوابة للحدود السعودية. الحكومة الشرعية المحتجزة في الرياض يبدو أنها خرجت تماما من حسابات المستقبل ومن قائمة الأثر والتأثير. مقاربة التحالف بحسب مراقبين فيها الكثير من اللاواقعية وتكشف عن التخبط السعودي والجهل بقواعد السياسة ومآلات الصراع الذي يتجاوز حدود اليمن والإقليم.
إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من لندن الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، وأيضا معنا من أبها المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. أرحب بكما. نبدأ مع السيد جميح. هناك سيد جميح اعتراف سعودي بإجراء مباحثات شبه يومية مع الميليشيا، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار الحرب ككل؟ الدكتور محمد جميح، إذن ننتقل إلى ضيفنا من أبها المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. مرحبا بك معنا سيد سلمان. إذن إلى أن يجهز التواصل مع الضيفين سواء كان المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر وأيضا الدكتور محمد جميح. اليوم الحلقة تتحدث عن هناك السعودية تعترف بإجراء محادثات يومية مع ميليشيا الحوثي في اليمن، وأيضا دعوتها لمحادثات ودعوتها ممثلين عنها وعن الحكومة الشرعية إلى محادثات سلام، وهذه المرة تعلن أنها المحادثات ستكون في المملكة. إذن يبدو إذن الأستاذ الدكتور محمد جميح يبدو أنه جاهز معنا. الدكتور جميح هل أنت معنا؟ إذن فاصل ومن ثم نقوم بتجهيز الاتصالات ومن ثم نعود لكم مشاهدينا. المناطق التي تسيطر عليها الشرعية لا توجد سجون سرية ولا توجد أماكن تعذيب. إذن مشاهدينا الكرام لمناقشة أوسع حول موضوع اعتراف سعودي جديد بإجراء مفاوضات مع ميليشيا الحوثي قبل أقل من 24 ساعة على هناك تصعيد عسكري، وأيضا الذي يأتي في ظل استهداف للحد من الهجمات العسكرية الصاروخية على صنعاء. نعود إلى ضيوفنا من لندن الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح وأيضا من أبها المحلل السياسي سلمان عسكر. نبدأ بالسيد جميح.
اعتراف سعودي سيد جميح بجرائم او باجراءات او باجراء مباحثات شبه يوميه مع الميليشيا، كيف يمكن ان يؤثر ذلك على مسار الحرب ككل؟ طبعا اخي الكريم، والتصريح يعني ورد في وول ستريت جورنال، لكن لم يرد في يعني ولا ادري مدى، طبعا هذه الصحيفه تعتبر من الصحف الموثوقه بكل تاكيد، لكن هذا التصريح عادة ما يغرد السفير السعودي بالآراء السياسية والتصريحات على حسابه في تويتر، وهذا غير موجود. لكن بالمجمل السعودية في بداية الحرب يعني دعت الأطراف اليمنية المختلفة بمن في ذلك في حينه المؤتمر الشعبي العام جناح علي عبد الله الصالح والحوثيين، دعتهم إلى مؤتمر يمني للحوار في الرياض وسمي حينها مؤتمر الرياض، كان الحوثيون وعلي عبد الله الصالح مدعوين إلى هذا المؤتمر لكنهم لم يحضروا. لا أعتقد أن السعودية يعني أنه جرى ما يمكن رغم الحرب، إلا أنه من المنطقة أن تظل هذه الدعوة موجودة، يعني أن السعودية يعني قد نتفهم أن تكون هناك دعوة سعودية للأطراف اليمنية للحضور إلى الرياض لإجراء مباحثات. وأنا في تصوري أن الوضع حقيقة بغض النظر عن يعني صحة أو عدم صحة التصريحات المنسوبة للسفير السعودي، إلا أن الحل في اليمن هو يعني يبدو أنه سيكون عربيا، لأنه وسط الفشل الذريع للأمم المتحدة وتفاقم الأزمة بشكل كبير منذ أن جاء مارتن غريفيث إلى منصبه، يبدو أن الأطراف المعنية بحل الأزمة يجب أن تختصر نفسها على اللاعبين الأساسيين المعنيين في هذا الأمر. نعم. وأنا أعتقد أن الحل العربي في اليمن هو الذي أخرج اليمن من ما شهده من أحداث الربيع العربي في عام 2011 وكانت المبادرة الخليجية. إذن حل عربي تراه سيد جميح للخروج من الأزمة اليمنية؟ نعود إلى ضيفنا المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. سيد سلمان، اعتراف سعودي بإجراء مباحثات مع ميليشيا الحوثي بعيدا عن الشرعية، بل ودعوة أيضا ممثليهم إلى الرياض، هل يعني ذلك رغبة سعودية الآن بالخروج من الحرب والقبول بالحوثي كأمر واقع؟ كيف ترى ذلك؟ أولا أحييك، أحيي ضيفك أستاذ المحلل السياسي المعروف محمد الجميح. في الحقيقة أن ضيفك أستاذ محمد قطع الطريق بالإجابة القطعية الفعلية الواقعية التي لا جدل فيها. السفير السعودي حتى هذه اللحظة لم يصدر هذا التصريح. أنا لا أدري هذه الصحيفة القوية والكبيرة وول ستريت من أين أتت بهذا التصريح. في العادة دائما أن معالي السفير محمد يصرح رسميا في مثل هذه الأمور، خاصة وأن هناك مثل هذا الادعاء لا يمكن أن يصرح بها للصحيفة غربية ولا شرقية. سيكون أولا في المقام الأول سيكون تصريح الحكومة الشرعية وليس لمعالي السفير محمد. الشيء الثاني أن السفير عادة ما يصرح عبر، لكن سيد سلمان التصريح موجود والصحيفة هذه معروفة ومشهورة وويل ستريت جورنال الأمريكية، ويعني التشكيك في هذه المسألة صعب، خصوصا أنها تقول أنه قولا عن السفير محمد آل جابر أن اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات في اليمن ما زال مطروحا على حسب قول السفير السعودي. لا معلش، يعني اسمح لي بملاحظة بسيطة، وأن هناك أيضا انتظار للرد. لا لا، لا حول موضوع مصداقية وول ستريت، أولا أنا لا أشكك في المصداقية، ولكن ليس عادة هي تسيب الحقيقة. في العام 2011 كانت نشرت عنوان على صفحتها الأولى اضطرابات السعودية أثناء الثورة العربية، كان الأمر غير صحيح. عموما ليس هذا محور حديثنا، لكن ما أود أن أشير إليه يا سيدي أن المقصود يعني بدلا من الجدل في أمر لا نتيجة فيه، أن تهدئة الأوضاع أو قبولها أو الدعوات لاجتماع للتهدئة هذا لا زالت مبنية حتى هذا الوقت. الحوثيين عندما يضعون الأسلحة ويتفقون على الذهاب إلى مشاورات، فإن المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم العربي والعالمي سترحب بذلك، ليس هناك أي خلاف حول هذا. في الأخير الحوثيين هما جزء من المجتمع اليمني لا يمكن أن يتجزأ، ولكن أما أن يفرض بالقوة وبالهيمنة وبالسلاح
الحكم. لكن سيد سلمان لا يوجد هناك نفي لهذا لما ورد في الصحيفة إذا كان غير صحيح. يا أخي المملكة العربية السعودية لو كل يوم تنفي لفرقت 24 ساعة يوميا للردود على العالم وحول من يتهمها وحول من يقول. يا أخي لدينا قناة الجزيرة لوحدها يبغى لها تفرق شبه يومي بترد على أكاذيبها. لكن أنا أعطيك الحقيقة، لو كان هناك شيء رسمي لصدر من قنوات رسمية. يعني معليش، السفير السعودي محمد الجابر الأقرب له قناة العربية، الأقرب لها القنوات الرسمية سواء كانت السعودية أو اليمنية. لماذا وول ستريت هي من تبنت هذا التصريح؟ يعني لماذا لا يصرح عبر قناة عربية؟ احنا نريد ان نفهم الحقيقة. اذا لازم اقول واصر بان هذا الكلام بالنسبة لي لا اعلم اين مصدره واين ثقته. انا اريد ما يثبت ان السفير السعودي صرح حتى نتحدث في هذه النقطة. اما ان نتحدث على العنوان في صحيفة حدث قد يحتمل الصواب الخطأ هذا غير بامكانك سيد سلمان ان تعود الى موقع وول ستريت جورنال الامريكي. نعود إلى سيد جميح. سيد جميح، هناك الآن اعتراف سعودي لهذه المحادثات بشكل يومي كما وصفوها، كيف يمكن لها أن تؤثر أو كيف يمكن الحديث عن محادثات في ظل هناك شداد معارك الآن في مأرب وأيضا في مأرب والجوف، وأيضا هناك أيضا انطلاق صواريخ من باليستية من صنعاء إلى السعودية وقصف طيران على صنعاء من قبل التحالف؟ أخي العزيز، يعني الخبر هو غريب صراحة. أنا أقول أن هذه الصحيفة من الصحف الموثوقة في العالم، لكن المتتبع لمسار الدبلوماسية السعودية هي لا تتخذ مثل هذه الإطلالات للإدلاء بتصريحات. صراحة الخبر غريب، يعني لأنه كما ذكر الضيف من المملكة العربية السعودية ضيفه الكريم، يعني هناك منابر رسمية سعودية يمكن أن يصدر في هذا التصريح، وهو تصريح طبعا إن صح فهو تصريح يعتبر مفصلي، ويمكن أيضا أن يوجد أيضا على مواقع رسمية سعودية أو حتى على حساب السفير السعودي. لنعتبر أنه صحيح ولأنه مفصلي سيد جميح، كيف وإذا اعتبرنا أنه صحيح، فأنا قلت بأنه من ناحية المبدأ، من حيث المبدأ، السعودية هي دعت الأطراف اليمنية في بداية الحرب إلى مؤتمر الرياض، ولا أعتقد أن هذا العرض يمكن أن يتغير وأنه سحب. السعودية والحكومة الشرعية والتحالف العربي في تصوري هم الذين يريدون السلام. الصورة المعكوسة الآن أخي العزيز التي يروج لها الوسائل الإعلام أن الحوثيين هم الضحايا، وأنهم هم الذين يريدون السلام، وأن الحكومة تتعنت والتحالف العربي تتعنت، وهذا غير صحيح. نحن اليمنيين وأنت أخي الكريم تعرف تمام المعرفة بأن الذي يرفض السلام هم الحوثيون، الذين عندما وقعوا اتفاق ستوكهولم ذهبوا يتوسعون ويثيرون الحروب في منطقة وأخرى إلى أن انتهوا أخيرا في الجوف. يعني هذه الجماعة من الخطأ أن نفهم بأنها هي التي تريد السلام وأن الآخرين لا يريدونها، ومن الخطأ أيضا أن نفهم بأن ربما دعوة سعودية حتى ولو لم تثبت أنها ستكون مستغربة، بينما غير المستغرب. لكن بالنسبة للدورة الشرعية سيد جميح في هذه لكن بالنسبة لدورة الشرعية في هذه المباحثات التي تقوم بها السعودية مع الحوثيين، أين دورها يمكن؟ لماذا تغيب الشرعية بشكل مباشر حيال هذه المباحثات التي هي راح تؤثر بشكل ككل على الأزمة اليمنية وانفراجتها؟ أخي العزيز، هناك أشياء تخص الجانب السعودي يتباحثون فيها، وهناك أشياء سياسية تخص الجانب اليمني. هنا السعودية لا تتدخل في المباحثات السياسية مع الحوثيين إلا إذا أرادت أن تتداول مع الحكومة الشرعية أو أن تتحدث إلى الرئيس أو إلى أي من أطراف الحكومة بهذا الخصوص. لكن المعنيون مباشرة بالتفاوض السياسي معروف أن الحكومة اليمنية. لكن يعني نحن نعرف أن الحوثيين ذهبوا إلى ظهران الجنوب في يعني بعد خلال الشهور الأولى من الحرب، وكانت هناك نوع من التوافقات الأمنية انقلب عليها الحوثيون ولم تستمر طويلا. فهناك نوع من نتفهم أن يكون هناك نوع من التواصل الأمني. وفي الأخير للمملكة العربية السعودية كما قلت لك، ولا الحكومة الشرعية ولا الإمارات ولا أحد يريد استمرار الحرب. المستفيد والذي يريد استمرار الحرب هم الحوثيون، لأنهم يجنون
ثمارها بالامتيازات التي تحصلوا عليها وبالتوسع الذي يحصلون عليه بشكل يومي. لكن في حقيقة الأمر أن المفاوضات السياسية هي من اختصاص الحكومة اليمنية. لماذا؟ لأن السعودية في كل تصريحات المسؤولين السعوديين يقولون بأن مفاوضات الحل النهائي هذه تقوم بين اليمنيين أنفسهم. دعنا نذهب إلى السيد سلمان سيد جميح. سيد سلمان، كيف يعني ستتعامل السعودية الآن مستقبلا مع الحوثي المدعوم إيرانيا كما نعرف؟ هل ستتقبل السعودية يعني وجود ميليشيا على حدودها بهذه الهيمنة وهذه السيطرة وتستهدف أراضيها بالصواريخ البالستية؟ قبل السعودية اليمنيون أنفسهم لن يرضوا يا أخي. الشعب اليمني، شعب العروبة وأصل ومنبع العرب، لن يرضى بهذه العصابة الإرهابية التي اختطفت السلطة بين يوم وليلة. فرضت نفسها بالقوة، فرضت نفسها بالسلاح، بسطت نفوذها غصب عن الصغير والكبير بدعم إيراني واضح وصريح. ولذا عندما يقبل اليمنيون أنفسهم بالوجود الحوثي، حينها سيكون هناك تحديد آخر للمملكة العربية السعودية، هل تقبل بعصابة حوثية أو ما تقبل بها. يا أخي، المجتمع العربي أو المجتمع الخليجي أو المجتمع السعودي واليمني لن يقبل بالوجود الإيراني. ما الحوثيين اليوم إلا مجرد ذراع إيرانية. لو كان الأمر غير ذلك لقلنا أهلا وسهلا. أيام حكم الرئيس الراحل علي صالح كان حسين الحوثي ضمن المكونات في المؤتمر الشعبي العام. يعني ما الذي قلب الأمور؟ ما الذي حدث؟ الحوثيين يريدون أن ينفردوا بالسلطة، لا يريدون مؤتمر شعبي عام، لا يريدون حزب ناصري، لا حزب إصلاح، لا حزب، لا حزب، لا حزب. يريد أن يكون الحوثي هو الحاكم الفعلي لليمن بتوجيهات إيران. لذا يا سيدي، المملكة العربية السعودية عندما أتت عاصفة الحزب أتت وفق طلب من الحكومة الشرعية حينها الرئيس عبد الرب. لكن سيد سلمان، السعودية يعني لا يخفى، سواء كان هذه الآن المعلومات أو التي أشارت إليها الصحيفة الأمريكية عن وجود مباحثات مع الحوثي أو من قبل كما صرح مسؤولون سعوديون عن وجودها، ما هي الضمانات التي يمكن القبول بها سعوديا في حال قدم الحوثيون ضمانات للتفاهم حول الأزمة اليمنية بينهم؟ شوف يا عزيزي، أنت وأنا الضيف العزيز الأستاذ محمد جميح لا نصدق الأمور حتى نراها بأعيننا. الكلام والهرج والمد طال وزاد، هناك إعلام مخالف، هناك إعلام معه، هناك إعلام ضد. في الأخير لا تصدق إلا ما تراه عينك. من يقول المملكة العربية السعودية تعمل تحت الطاولة في حوارات سرية مع الحوثيين غير صادق. يا أخي، لا زالت صواريخ الحوثي تستهدف المملكة العربية السعودية، ولا زال الطيران والتحالف العربي يضرب مواقع المشروعة في الداخل اليمني. لذا من يروج لهذه المعلومات أن هناك محادثات سرية، يا أخي خلاص، مسؤولون سعوديون سيد سلمان يروجون على أن وجود هناك مباحثات سواء كانت سرية أو الآن يتم الاعتراف بها. يعني ليست مسألة أنه المعلومات مؤكدة. طيب، ما دام معلومات مؤكدة، إذا كان لابد من وجود ثمار لهذه المحادثة. لم يحدث شيء، لا زالت الامور كما هي في العام في العام 2015. لو كان هناك شيء على الارض لحدث. بالامس ظهر الصعلوك عبد الملك الحوثي يطالب باطلاق اسرى من حماس مقابل طيار على كما يدعي. اذا لو كان هناك شيء لما طلع ينهق عبر الشاشات. اذا الامور كلها يا سيدي تبقى غير صحيحه. وهناك ايضا سيد سلمان يعني اتهامات للسعوديه غير المحادثات السرية أن هناك تخادم بينها وبين الحوثيين لتقييد الشرعية، وأيضا يعني تخاذل لدعم حركة الجيش الوطني سواء كان الآن في الجبهات المشتعلة في مأرب والجوف وحتى في الحديدة بمسألة التقدم إلى تحرير الحديدة. سمعنا بهذا الكلام كثير يا عزيز. يا أخي، لا زال هناك من يروج ويكذب وينقل معلومات غير صحيحة. يا أخي، بما أن هذا الكلام المتناقض لنتوقع أنه صحيح، طيب خلاص انتهت الحرب، يعترف بالحوثيين وانتهت الحرب وانتهت المشكلة. يا أخي، لا زال الحوثيين يتمردون على المجتمع الدولي، ولا زالت إيران
تتحدى المجتمع الدولي بتهريب الأسلحة. الصواريخ أو الصاروخان الأخيران الذي أطلقت على العاصمة الرياض حادثة الصنع، ما سبقها قبل عام في العام 2018 ألفتت اللجنة التحريات والبحث والمختصين في الخبراء في الصواريخ بأنها حادثة الصنع في إيران 2017. إذن أين قرار الأمم المتحدة الذي لم ينفذ في اليمن؟ إذن لا زلنا نرى أن هناك تخاذل من المجتمع الدولي. ولذا أنا أقول وأتفق وأضع يدي في يد الأخ محمد جميح، طبعا بصفة محلل ومطلع عارف بأدق التواصيل والأمور، بأن الحل عربي عربي. الأمم المتحدة منحت بعيدا عن الحل العربي العربي، إذا ما تحدثنا على حل داخلي، ما هي الأسباب التي قد تدفع السعودية للقبول لإجراء محادثات مع الحوثي برأيك؟ طيب أنا أوضح لك النقطة هذه لتعطيني بس فرصة أوضحها. الهجمات الحوثية الأخيرة كان هناك أطراف يمنية من ضمنها الحوثية قد وافقت على تهدئة الأوضاع والقبول لاجتماع للتهدئة، وكانت هناك خطوات بناء ثقة إنسانية واقتصادية بهدف الوصول لحل سياسي للأزمة، مثلما استجابت جميع الأطراف لدعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن. لكن الحوثيين لم يلتزموا حتى هذه اللحظة بأي اتفاق مع الداخل اليمني، لم يتفقوا مع الداخل اليمني، فكيف يحصل هناك اتفاق مع الجانب السعودي؟ إذا كان لازال الحوثيين يتمردون مع المؤتمر الشعبي العام ومع الأحزاب اليمنية الأخرى المختلفة، فكيف لهم أن يكون لهم اتفاق مع المملكة العربية السعودية؟ نعم، وصلت فكرتك سيد سلمان عسكر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أبها المحلل السياسي. نعود إلى ضيفنا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، هناك من يعتقد أن السعودية باتت تبحث عن فرصة للخروج من الحرب ولا يهمها حتى التضحية بالشرعية، كيف ترى ذلك؟ أنا أعتقد أن في هذا نوع من المبالغة. يعني السعودية يعني يهمها أمنها القومي بدرجة أساس، والأمن القومي في هذه اللحظة هو مرتبط بخروج اليمن من الأزمة بحكومة يعني شرعية، وليس باعتراف بجماعة تمتلك صواريخ باليستية يمكن أن تضرب متى شاءت ولأجندة مختلفة ليست يمنية ولا عربية. لكن الصحيح أن نقول بأن السعودية والحكومة والتحالف والعرب ومجمل دول العالم تريد حلا سلميا في اليمن، هذا صحيح. يعني لا يوجد ما يناقض هذا الكلام، السعوديون يقولون بأن الحل في اليمن سلمي. أعود فأقول بأن مثل هذه التصريحات هي تصريحات مفهومة وليست منكرة، إذا ما قلنا إن السعودية يمكن أن تستقبل اليمنيين في مؤتمر مثلا في الرياض أو في طاولة مباحثات في الرياض، ما الغريب في ذلك؟ هذا ليس غريبا، لكن الغريب أن يستجيب الحوثيون لهذه الدعوات، لأنه على طول سنوات الحرب أخي الكريم، وأنت تعرف بأن الحوثيين كما قال ضيفك الكريم عسكر من أبهام هم الذين يرفضون. يعني نحن اليمنيين نعرفهم منذ 2004، يعني لا يكون بالاتفاقات، وبالتالي يجب أن نكف عن ترويج الأمر وكأن الحوثيين هم الضحايا وهم الذين يريدون. لكن الغريب سيد نعم لكن سيد جميح، الغريب أن لا تشرك السعودية الشرعية والحكومة اليمنية بشكل واضح في هذه المباحثات وبشكل مباشر، كيف ترى ذلك؟ يعني كيف ترى تأثير ذلك على الحكومة وخططها المستقبلية للاستمرار في هذه الحرب، وأيضا مسألة أن تتخلى عن التحالف في هذه المرحلة؟ أنا قلت لك بأن هناك يعني هناك ما يخص السعوديين في هذا الجانب، وهناك ما يخص الحكومة اليمنية. حتى في خبر وول ستريت جورنال، وأنا يعني غير مقتنع بهذا الخبر لأنه غير متسق وهناك كثير من الإشكالات وأنا قرأته يمكن أن تؤخذ عليه، لكن يعني ما يخص الحكومة اليمنية هو مسألة التفاوض السياسي مع الحوثيين، والسعوديون يعني مرارا وتكرارا ويكاد في كل مناسبة يقول السعوديون بأن هذا أمر يخص الحكومة اليمنية والحوثيين، يعني يخص اليمنيين أنفسهم. هناك أشياء ميدانية تخص الجانب السعودي كالوضع الميداني على الحدود، هنا يمكن أن تكون هناك بعض التواصلات التي لا بد منها، لأن هناك حدود مشتركة بين البلدين وجانب من الحدود يسيطر عليه الحوثيون،
لكن حتى في الخبر الوارد أورد الخبر دعوة الأطراف اليمنية إلى الرياض، بمعنى أن الحكومة اليمنية مدعوة كذلك. فكيف نفهم أن الحكومة أنها مستثناة من هذا الأمر؟ أنا أقول بشكل واضح أنه لو كانت هناك دعوة سعودية للحوثيين وللحكومة بالتفاوض في الرياض لما وجدناها في وول ستريت جورنال، لأن هذه دعوة كبيرة ويعتبر تصريح كبير ولا يمكن أن يصدر إلا في وسيلة إعلام سعودية. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن، الباحث والمحلل السياسي. وأيضا الشكر للمحلل السياسي السعودي سلمان عسكر كان معنا من هبها، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.